مشاهدينا نرحب فيكم مرة ثانية في صباح الخير يا كويت، وصلنا معاكم إلى فقرة التغذية ونرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة أمل الأنصاري، العضو الدولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا، اللي راح تكلمنا اليوم عن كيفية الوقاية من آثار الوجبات السريعة لأبنائنا وذلك بالتغذية السليمة. صباح الورد وأهلا وسهلا فيك، منورتنا اليوم. صباح الورد والابتسامة الحلوة ورود، والله يحييكم وسعيدة جدا بلقائي معاكم ومع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. طبعا الشيء اللي ما يخفى على احد واحنا نعاني منه كلنا على مستوى ديرتنا، يعني اللي هو ادمان ابنائنا على الوجبات السريعه اللي ممكن انها اكيد تاثر على صحتهم في المدى القريب او البعيد، يعني يعتمد. فشلون نتعامل مع هالوضع ونحببهم بالاكل الصحي؟ ورود، طبعا هذا الموضوع لأبعاد كبيرة وخطيرة، وما يعني الموضوع مو بهذه السهولة. أول شيء ايش رايك بهالوليمة هذه؟ هذه وليمة، يعني ما أدري، جنك فود يسمونها، نفاست فود يعني سريع. طبعا الموضوع هذا داخل فيه يعني مواضيع كبيرة. طبعا كثرة السكان وكثرة ما شاء الله كثرة، يعني خلت الشركات تفكر في طريقة ان هي تزيد يعني اللحوم وتزيد لحوم الدواجن ولحوم الأبقار المواشي، بحيث ان هذه الكمية تكفي كثرة عدد السكان الموجود في جميع أنحاء العالم. نعم. طبعا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية حطت قوانين لبعض لهذه الشركات، لأنها ابتدت أنها طبعا طلعت بالنسبة لتسمين الدجاج. نعم. والهرمونات منشطات النمو اللي يحطونها يضيفونها أو يحقنون فيها الأبقار ويحقنون فيها الدواجن. نعم الدواجن. فبالتالي حطوا قوانين بحيث أنه في شيء يسمى فترة أمان، اللي هي عند علاج المواشي أو الدواجن الفترة الأمان هذه 3 أسابيع، وحرمت أن الحيوان هذا يذبح أو يستخدم البيض ماله أو الحليب أو اللحم. حرمت أنه يستخدم قبل 3 أسابيع قبل ذبحه. ولكن هذه الشركات شنو سوت؟ هذه الشركات علشان تبي تزيد الإنتاج مالها، فبالتالي قامت عند حقن هذه الدواجن أو حقن المواشي أو إعطائهم عن طريق الأعلاف هذه المنشطات، منشطات النمو، منشطات والتسمين، خصوصا الهرمونات. نعم. مثل الأندروجين، الإستروجين، البروجسترون. قامت إن هي ما انتظمت بالقوانين اللي أقرتها منظمة الصحة العالمية. نعم. فبالتالي لاحظ الكثير من الأطباء أن هناك بعد عمل فحوصات للدم. نعم. لاحظوا أن هناك تركيز كبير من الهرمونات موجودة في دم الأطفال، يعني حتى تصوري حتى الأطفال. واو. الأطفال والصغار والكبار. وظهور الكثير من الأمراض مثل طبعا لاحظوا ان هناك سرطانات الاطفال بدون تاريخ عائلي، لاحظوا ان في سرطانات يعني عند الاطفال وراثي. ما يكون وراثي بدون تاريخ عائلي. لاحظوا ان هناك يعني اسفه ان هناك حصل عند الاولاد التثدي اللي هو طلع انهم عندهم الاثداء كبرت. نعم. البنت طلع عندها شعر. نعم. في زاد الشعر. نعم. عندها في جسمها. نعم. طبعا تساقط الشعر والهرمونات يعني إيه نعم صار تركيز اي نعم. نعم العقم. نعم. التقلص حتى الجهاز التناسلي بالنسبه للرجل. نعم. فلما عملوا تحاليل دم لقوا ان هناك اصبح تركيز عالي من هذه الهرمونات. نعم. موجوده في دم النساء والاولاد والأطفال. وبالتالي طبعا يعني حطوا يعني حرموا طلعوا هذا القانون اللي هو منعوا فيه ان تباع هذه اللحوم. نعم. بعد فتره. تفضلي ورود. يعني طبعا هالهرمونات اثرت على الهرمونات البشريه اللي في الاطفال او بالانسان الكبير. طبعا يعني. طبعا. وايضا ممكن من الامراض اللي تسببها هالهرمون او هالاغذيه. نعم. اللي هو السرطانات. صح. امراض القلب هذا اللي هو طبعا عندنا هنا، انا شوفي مثل مثال جبتي الحين امراض القلب، في عندنا هنا
أجنحة الدجاج. نعم. أجنحة الدجاج هذه أنا أفضل رقاب الدجاج. نعم. وأجنحة الدجاج تحقن بقرض التسمين. تسمين الدجاج. وبالتالي هذه سببت أمراض قلب، أمراض كبد. نعم. ظهرت أيضا أمراض العقم. طلعت أمراض كثيرة أصلا، حتى بالنسبة للإناث وقفت الدورة الشهرية عندهم. نعم. وحصلت خلل في انتظام الدورة الشهرية. نعم. وفي الغدة النخامية. نعم. عرفتي، وحصل مش اضطرابات في الغدة النخامية. واللي أخطر من هذا، اللي أخطر من هذا، مع استعمال هالهرمونات أو منشطات النمو، نشوف عيالنا حتى هنا عندنا بالكويت. نعم. في الخليج، في جميع دول العالم، نشوف العنف اللي ظاهر عند النساء. البنات حتى المراهقات اللي موجودين في المدارس. نعم. يتهاوشون بطريقة عنيفة بسبة الأكل، بسبة الأغذية السريعة، الأعصاب. الأعصاب. نعم. الأعصاب. نعم. ترتفع، سبحان الله. يصير هناك عنف، عدوانية. يصير اضطرابات حتى عقلية. يرتفع، تلاقين البنت حتى، سبحان الله، لاحظوا العلماء ان حتى البنات يخشن الصوت عندهم. نعم. نلاحظ احنا وايد عندنا ظاهرة. صحيح. في الوطن العربي. صحيح. وفي كل مكان. نعم. حتى برا. نعم. نلاقي ان بعض المراهقات او المراهقين بالنسبة للولد الصوت ناعم، بالبنت العكس. حتى انا اعتذر، الكلام هذا يطلع عنده حتى الثدي يكبر. البنت عنيفة. يطلع عندها شعر في جسمها. دكتورة، ممكن بس نأكد على شغلة، وهذا سؤال. إيه تفضلي. يعني إن مو شرط لما يكونون أطفال يأكلون هالأكل، حتى إذا المرأة أو الأم كانت حامل. نعم. وهي يعني تتغذى على هالنوع من الأكل، فممكن يأثر على الجنين وعلى هرموناته وعلى جيناته، صح؟ طبعا طبعا، لقوا العلماء أن هناك حصلت طفرات. نعم. جينية، وحصل تشوهات. نعم. حصل إجهاضات بالنسبة للمرأة الحامل. نعم. وأيضا المصيبة أن لما تأكل هالمرأة بعد الولادة، لاحظوا أن هالهرمونات أو هالمواد هذه تطلع مع حليب الأم. ويتغذى عليها الطفل. يعني. وبالتالي ما يصير عمره 10 سنين إلا سرطان. نعم. عرفتي. نعم. شلون يتحول هذا إلى سرطانات داخل الجسم. شنو الأغذية اللي يعني ممكن أنها تقي من كل هالأمراض اللي حضرتك ذكرتيها، وتكون صحية، ويعني تقضي أو ممكن تعالج هالهرمونات الخطيرة؟ ليش اللي في الأغذية الغير صحية؟ ليش تكلمنا عن هالموضوع ورود؟ نعم. لأن وايد أمهات دقوا علي، قالوا لي، واحدة تقول لي بنتي انقطعت الدورة نهائي عندها. نعم. واحدة تقول لي عدم انتظام دورة. واحدة تقول لي بنتي أصبحت عنيفة بطريقة مو طبيعية. نعم. أسألها عن تغذيتها، تقول ما تأكل في البيت، أكلها كلها من برا. طبعا يعني الله يسامح التجار، والله سامح، يعني شن نقول، ولكن ترى هاللحوم هذه، هل تشوفونها؟ يعني الأول والأخير هو التجارة موجودة، والمحل والمطاعم موجودة. إيه؟ كل إنسان حر إنه يحط تجارته، بس إحنا لازم نكون يعني good supervision على أبنائنا. على أبنائنا. يعني إحنا الدور الأكبر والأول على الأسرة. هذا صحيح. هذا صحيح. طبعًا مثل ما تشوفين، هذه ترى كلها أغذية تباع برا. نعم. يعني ويشترونها عيالنا بشكل يومي من برا، سواء كان الهوت دوغ، الهامبرجر، التشيكن برجر، الجوانح، أجنحة الدجاج، وال ايش اقول لك، يعني انا ما احب هالاغذيه. هذا رابدون. اي نعم. ولكن هني يعني الحمد لله رب العالمين، ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، وجعل كل شيء لضد. صحيح. شيء. لو بالقرآن الكريم مذكورة الكثير من الأغذية. الأغذية. الممتازة. نعم. يعني. نعم، هذا صحيح. فإذا نقول إحنا حق الأم. لما تيج بنتك مثلا تاخذ هالأغذية هذه، وتحسين إنها بدأت تتغير، الشعر بدأ يطلع بويها، تحس إن حتى شلون الأم، يعني في أم تقول لي يعني ليبها بنت، بيبهت بنتي قاعد تكبر. قلت لها سوي لها تحليل دم. نعم. لقت الاندروجين وايد مرتفع عندها. الاندروجين هو من الهرمونات اللي يحقن فيها يعني الابقار وكذا. نعم. فممكن الواحد ياخذ من حليبها او من كذا. يتشبع او يحصل اثر تراكمي داخل جسم الانسان. البنت اذا اخذت ارتفع عندها الاندروجين. نعم. قل الاستروجين. نعم. فبالتالي تظهر عندها الاعراض اللي كانها ولد.
كأنها ولد، الصوت يخشن، يكون يعني ملامح يعني جسمها بشكل نعم يعني تساقط يأثر شعر على الهرمونات جدا جدا يأثر على الهرمون سيستم نقول حق الأم في سواء جسم ايه؟ نعم الرجل أو المرأة نعم نقول حق الأم أعطيها الضد، أعطيها الشيء اللي ضد الشيء هذا اللي هو فإذا ترفعين هرمون الأستروجين عندها في البيت نعم تسوين كل الأغذية وعشان ما أطول عليكم راح أتكلم عن بعض الأغذية بس لأن أكو كم كبير من نعم الله سبحانه وتعالى اللي حط فيها الأستروجين الأنثوي النباتي فأقول لك افتحي اليوتيوب أو النت على الأغذية الغنية بالأستروجين أو بالنسبة للولد الأغذية الغنية بالتستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري فبالتالي تعمل شيء ضده نعم. بس أهم شيء أقول حق الأم اختاري حق بنتش الأغذية الغنية بفيتامين إي الأغذية الغنية بفيتامينات باء الأغذية الغنية بالمغنيسيوم الغنية بفيتامين سي اللي تغذي الغدة الكظرية منها اللي موجودة شنو اللي هني الحين نتكلم عن الأغذية اللي تهم البنات نعم. اللي هي عندنا حليب الصويا أبيش تستعملين كل منتجات الصويا ولا تخافين احد يقول لك يسوي سرطان او احنا نبي الاستروجين يرفع نعم. زين عشان تكتسب الصفات الانثويه الرقه الشعر يخف عندها الدوره تنتظم عندها الغدد تشتغل بطبيعتها نعم. فاذا ونشيل الاثر الضار اللي هو ممكن يسوي كانسر بعدين نعم. يسوي سرطان على المدى البعيد عندنا يعني. على المدى البعيد عندنا الصويا عندنا تلاقون في كل في وايد من المحلات تلاقون هذا مجرد ما تنقعونه بالماي هذا صويا مجرد ما تنقعينه بالماي ربع ساعة تلاقينه يتحول كأنه لحم كأنه لحم وهو فعلا أغنى حتى من اللحم أغنى بروتين من اللحم وبالتالي الأستروجين فيه مرتفع فإذا تحطين تطبخينه مع المعكرونية تسوين الفيجي هذا الفيجي اللي هو البرجر الفيجيتابلز برجر وتسوين عندنا أيضا عندنا هذا بالنسبة للرجل والمرأة البنت والولد اللي هو البقوليات الغنية بالأيزوفلافون فلافونويد نعم. وهذا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يرفع الاستروجين النباتي بشكل كبير عندنا نعم. العسل الطبيعي اللي دخليه بالحلويات نعم. سوي ايس كريم سوي حلويات سوي بودينج سوي يعني انت كأم افتحي نعم. النت على كل الاغذيه نعم. اللي ممكن عيالك يحبونها حتى الواحد يعود عياله مثلا مع الشاي والحليب حتى الأطفال. او الـ ايه؟ يعني او الشاي انه يحط لهم عسل بدال السكر العسل اي نعم وبعدين حاولي انك انت حتى الاطفال الصغار دخلي حلوياتهم التمر التمر أيضا غني صحيح. بهالأشياء هذه عندنا المكسرات خصوصا الجوز واللوز للولد وبالنسبة سبحان الله بالنسبة للبنت يرفع الأستروجين جميل. لأنها الله خلق يعني خلق نعم. الغدد مالتها كذي الإفراز الولد سبحان الله أيضا الجوز واللوز أيضا يرفع التستوستيرون نعم. عنده يعطيه هرمونات الذكورة عرفت تلاقين عندنا بعض شبابنا مايع نعم. مايع يعني تلاقين رقيق ومايع وكذا نعم. أنت حطي له الأغذية المليانة اللي تحفز التستيرون عنده عندك الأغذية هذه أيضا مهمة للولد والبنت بالنسبة للبنت تحفز الأستروجين بالنسبة للولد تحفز التستيرون اللي هو الخيار البصل القرع فظيع في علاج هذه المشكلة وعندنا الثوم ممكن يطبخونه ما في ريحه بالاكل يعني ما يبي يتسوي حتى كصوص نعم. عقب ما تطبخينه او تشوينه تحطينه مع الصوص ما يبين نعم. تخلطينه وتحطينه مع فوق لو سوت هي دياي عندها بالبيت سوت دجاج عندها هي في البيت نعم. طبعا عندنا مثل ما نقول القنبلة الاستروجينية نعم. اللي هي بذر الكتان بذر الكتان لا تخافون منه وايد يحذرون يقولون انه ترى يسوي كانسر ما عليكم حتى لو وياها كانسر اقول لها اخذي بذر كتان لانه يصد الاستروجين الضار اللي حلو. اصلا موجود في جسم الانسان نعم. عندش بذر الكتان تطحنينه او تجرشينه طقتين بالماكينة وبالتالي تحطينه ملعقة كبيرة ثلاث مرات نعم. يرفع الأستروجين النباتي الأستروجين الطبيعي اللي موجود في جسم المرأة نعم. لازم تسوين شاي اليانسون وحبة الحلوة الشمر نعم. هذا مليان استروجين انثوي نباتي جميل. ويعطي البنت حلاوه صوت بشكل لا تتصورينه ورود ما شاء الله يعطي البنت حلاوه ونقاء صوت شيء مو طبيعي نعم. ويعطيها
يعني فعلا أنوثة حلوة. لازم خلطي مع اي شيء. بناتك يحبون العصير حطي، سوي هذا اول شاي حطي. يحبوا الحليب، ممكن تسويه مع الحليب البودرة ايضا، تعمل اول شيء هذا. خلطي بكل شيء، بالحلوية بدال الماي، بدال الماي خلطي. عندنا مثل ما نقول بعد، عندنا هذا زيت جوز. الحين خلينا ننتقل حق الولد شويه. التستوستيرون لازم الولد ياخذ شيء فيه بروتين، فيه دهون. زبده طبيعيه مو مصنعه، او زيت جوز الهند. ملعقه من زيت جوز الهند طبعا مفيد، احنا كلنا نعرف ان زيت جوز الهند يعني، ولا بيحط يخلطها مع شيء طعمه لذيذ. يخلطها مع المحلبيه، يحطها فوق اي نوع من انواع الاغذيه، يرفع التستيرون بشكل هائل بالنسبه للولد. طبعا عندنا هني يعني شو اقول لك، احنا نقول يعني هذا القنبله بالنسبه للنساء. نقول هذا القنبله بالنسبه للرجال. اللي هو الكرفس. الكرفس السلري. هذا لو ياخذ وحده او نص وحده حتى ينضخها ويبلع الماي مالها، سبحان الله في مواد يتركب منها التستوستيرون الخاص بال يعني هرمون الذكوره يتكون، هذا يساعد على تكوينه. هذا جدا يعني ارجوكم لازم الام حرصي السلطه، الاكل، العصير، ممكن تحطينها بعصاره اليزر، تخلطينها مع يزر، مع تفاح، مع اي شيء، وبالتالي تعطين هي اذا يرفع هرمون التستوستيرون. نقول يعني ان هناك وايد اغذيه انا ما جبتها، بس انا ابي الام تفتح النت على الاغذيه المحفزه للاستروجين النباتي. ابي الام تفتح النت على الاغذيه المحفزه للتستوستيرون الهرمون الذكري. إذا لاحظتي على بنتك تساقط في الشعر، حب شباب، عرفي أنها قاعد تاخذ أغذية من هالأغذية اللي موجودة في المطاعم ترفع الأندروجين عندها. تلاحظين حب الشباب، تلاحظين حب الشباب على الصدر، حب الشباب على الظهر، على البطن، وبالنسبة للولد أيضا تلاقين يعني ممكن يرتفع عند الأندروجين بشكل هائل بعد. وبالتالي هم ترى راح تظهر عنده أمراض عكس يعني. عرفتي يعني زايد الشيء اللي زيد عن حده ينقلب ضد. اكيد طبعا احنا نتمنى السلامة والصحة للجميع. نورتينا وشرفتينا في ختام الفقرة المليئة بالمعلومات الغذائية المهمة. ما نقدر إلا نشكرك شكر كبير طبعا الدكتورة أمل الأنصاري العضو الدولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا. وننتقل معكم إلى الفقرة الكويتية. تميز اللغة العربية بأسلوب جميل وأنيق في الكتابة، واللي يعتمد على فن الرسم بشكل كبير، فلكل خط من الخطوط العربية شكل خاص فيه وتاريخ ارتبط بنشأته. وحتى نتعرف على جماليات الخط العربي وأنواعه وتاريخه، نترككم مع هذا التقرير المميز عن الخط العربي. متابعة.